السلام عليكم. إن شاء الله النهاردة نتكلم في المحاضرة رقم 5 اللي هي كانت المفروض تاخدوها يوم 2/16 مارس. طبعا احنا المحاضرة اللي قبلها وصلنا ان احنا قدرنا نطلع الفلوسيتي ديستريبيوشن بتوين تو بارلل بليتس، اللي هي ان جنرال تو بارلل بليتس، واحد ماشي بيو نوت ويو 1 والتاني ماشي بيو 1، وقدرنا نطلع منها السرعه الديستريبيوشن شكله ايه. طبعا البروسيس ديستريبيوشن ديت بتبقى فانكشن في البريشر جريدينت زي ما احنا شايفين اهوت، ادي المعادله اللي احنا وصلنا لها خالص اهي، ادي يعتبر ده البريشر جريدينت اللي هي بي نوت ناقص بي 1 على ال، ده البريشر جريدينت. ففانكشن في البريشر جريدينت والسرعتين اللي هم الباوندري كونديشنز عندي، اللي هي يو نوت السرعه بتاع البليت اللي تحت ويو 1 السرعه بتاع البليت اللي فوق. خلاص؟ فقدرنا نطلع الفلوستي ديستريبيوشن اهو ان جنرال. طبعا سي هنا هي عباره عن المسافه بين التو بيرل بليتس. احنا طبقنا المعادله دي فور ديفرنت كونديشنز، اول حاجه ان هي التو بليتس ار ستيشنري. اما التو بليتس ستيشنري طلعت الفلوستي ديستريبيوشن عباره عن بارابوليك ديستريبيوشن، وقدرنا نطلع الفلو ريت يساوي كام، وقدرنا نطلع المين فلوستي تساوي كام، وقدرنا نطلع الشير ستريس علاقته بالبريشر دروب. البريشر دروب ده الشير ستريس، اما نجيب الشير فريكشن كوفيشنت نقدر نقسم الشير ستريس ده على الديناميك بريشر اللي هو نص رو يو مين تربيع. بنفس الحكايه بنقدر نجيب البريشر كوفيشن، نفس الحكايه دي سي اف اهيت، اللي هي عباره عن سكن فريكشن كوفيشن سي اف، بيطلع يساوي 12 على الروس نمبر. هنا الروس نمبر بيز على اللينس بتوين التو بليتس. يعني ايه؟ يعني الروس نمبر هنا يساوي رو سي في المين فيلوستي على ميو، ماشي؟ وخلي بالنا هنا 12 على الروس نمبر في البليتس في البايب فلو هيبقى مختلف عن هذا الرقم، ماشي؟ هنشوف. وادي البريشر دروب كوفيشنت اللي هو دلتا سي بي يساوي الديفرنس في البريشر على نص رو يو مين تربيع. لو انا سالت بي نوت اكبر ولا بي 1 اكبر؟ المفروض هنا بي نوت تبقى اكبر. ليه؟ لان طول ما انا ماشي لا دام في فريكشن يبقى لازم البريشر ايه؟ هيحصل له دروب. ليه هيحصل له دروب؟ الفلو ماشي ستيدي، يبقى اما تجيب اي ايليمنت ريزلتنت فورس تساوي صفر، فالبريشر فورس تعادل الفريكشن فورس اللي هي موجوده في بتوين التو بليتس، اللي هي الفريكشن فورس اللي بتاثر على الفلو اللي هو سواء البليت اللي فوق او البليت اللي تحت. فطلعنا دلتا سي بي وليها علاقه بالايه؟ بالفريكشن كوفيشن. خلاص؟ دي بعض الاكزامبلز، انا بتكلم هنا على اساس ان انا بفكرك باللي احنا خدناه في المعادله اللي قبل كده. ده بقى هنا بالنسبه للبسكس فلو في الداكتس. الداكتس ديت بتشمل سواء سيركولار داكت اللي هي البايبس، او اي كروس سكشن اريا بتاع الداكت، يعني ممكن يبقى ريكتانجولار، ممكن يبقى سكوير، ممكن يبقى جنرال، اي حاجه. فهنا الفلو لما نتكلم على الفلو ريجيمز معناها بنفرق بين الفلو اذا كان لامينال او تيربلنت. الان في البسكس فلو ده هو عباره عن الريال فلو، يا اما يبقى لامينار يا اما يبقى تيربلنت يا اما ان بتوين. اللامينر والتربلنت واللي هو الترانزيشن بنسميه على حسب الفلو فلوس شكليه. لو هو ماشي في سموث بارل لايرز ده يبقى عباره عن لامينر فلو. لو هو ماشي وبيحصل له فلكتويشنز في بعض الاحيان واجزاء من الفلو ما فيهاش فلكتويشنز يبقى ده اللي هو ترانزيشن. لو الفلو من الاول خالص بيحصل له فلكتويشنز وبيمشي راندوم زي ما احنا شايفين في الفيجر سي، ده يبقى هو التيربلنت فلو. ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الروس نمبر. يعني اذا الروس نمبر
هو الحاجة اللي بتحدد لي إذا كان الفلو ده لامينر أو تيربلنت أو ترانزيشن. زي ما إحنا خدنا في البايب قبل كده وقلنا في أول الشابتر بتاع الفيسكس فلو، قلنا بالنسبة للفلو في البايبس الووتر بايبس إن الروس نمبر من 2000 ل 4000 ده ترانزيشن، أقل من 2000 يبقى لامينر، أكتر من 4000 يبقى تيربلنت. ما تجيش تقول لي بقى طب 3000 يبقى إيه؟ هيبقى فيه لامينر وجزء تيربلنت، ده بالنسبة لي البايب فلو. عندي فيجر هنا بيبين لي شكل الفلو اللامينر وشكل الفلو التيربلنت. طيب هنا ده بالنسبه للنوزل ديت اللي طالعه ديت، الفلوستي از كونستنت، يعني الفلوستي اللي هنا هي نفس الفلوستي اللي هنا. طب ليه ده تيربلنت وده لامينر؟ شايفين اللامينر اهو ماشي بسموث. ده بيعتمد على الريوس نمبر. طب اذا كانت الفلوستي ذا سيم يبقى الريوس نمبر هيختلف ازاي؟ يختلف لان هنا الفسكوستي نوت ذا سي، يعني هنا في اللامينر ده الفسكوستي عاليه وبالتالي الروس نمبر يبقى اقل. احنا عارفين الروس نمبر عباره عن الفلوستي في الدينستي في الكاركترستيك لينس. هنا بالنسبه للبايب طبعا الكاركترستيك لينس بتاعي هو عباره عن الدايمتر بتاع البايب، يعني بالظبط كده اما تيجي تصب ميه من في كوبايه مثلا او من شبشب غير ما تصب عسل مثلا، العسل فيسكاس اكتر، هتلاقي شكل العسل ماشي فعلا لامينار فلو. ده اللي احنا بنشوفه هنا، ايه الفرق بين اللامينار وبين التيربلنت فلو. الفيجر ده خدناه برضو في اول شابتر خمسه اللي هو سوري في اول شابتر سته اللي هو عباره عن الباوندر لاير. الباوندر لاير احنا عارفين عباره عن فيري ثين لاير ملاصقه للسطح بحيث بيظهر فيها الايفكت بتاع السطح. يعني لو عرفت الباوندر لاير عباره عن فيري سمول ثين لاير ادجيسنت تو ذا سيرفيس وير افكتد باي ذا سيرفيس، حيث ان ايه الفلو في الباوندر لاير افكتد بالسطح بتاعه. اما نيجي الفلو ماشي بيخش على الباوندر لاير او الفلات بليت ده، وقلت لك ممكن زي سطح كبير قوي زي سطح الكليه عندنا مثلا، ففي الحاله ديت بتتكون الباوندر لاير. الباوندر لاير في الاول تبقى لامينار وبعدين تبقى بعد فتره تيربلنت. الجزء بين اللامينار والتيربلنت ده اللي هو بنسميه ترانزيشن ريجون، ده بيبقى فيري شورت. يعني ترانزيشن ريجون ده فيه فلكتويشنز للفلو وبيحصل لها ده اوت فيو فلكتويشنز بيحصل لها ماجنيفيكيشن وبتكبر، لكن بعد كده التيربلنت فلو اي فلكتويشنز اي ديستربنس بيحصل لها ماجنيفيكيشن بتزيد وبيتكون اللي هو التيربلنت فلو. واحنا شفنا قبل كده ايه شكل اللامينر وشكل التيربلنت فلو بتاعه. طيب دلوقتي لما احنا نكون عايزين نشوف الباوندر لاير، هنا انا قلت لك ان الباوندر لاير اصطلحوا واتفقوا على ان الباوندر لاير هي عباره عن اللاير اللي يبدا من السطح لغايه ما السرعه تساوي 99% من اليو بتاع المينستريم او الاب ستريم فلو اللي هنا بنسميها يو ما لا نهايه. خلاص؟ اما السرعه توصل لهذا المقدار نقول دي نهايه الباوندر لاير. وبرده تعريف اخر للباوندر لاير هي عباره عن اللاير الملاصقه للسطح اللي فيها الشير ستريس از سيجنيفيكانت، يعني ريماركبل ويلاحظ. ده الباوندر لاير. خلاص؟ طيب اما نيجي نشوف اهوت عندنا اهوت ادي الباوندر لاير الزيرو اقل من الروس نمبر اقل من واحد، ده هاي فيسكس لامينار باوندر لاير. كريبنج موشن، كريبنج موشن يعني حاجه بتسحب كده ايه ببطء جدا، يعني زي مثلا ما تيجي تدلق عسل على سطح ازاز مثلا هتلاقي العسل بيمشي فيري فيري سلو وفي نفس الوقت هو الفسكوست بتاعته عالي. ماشي؟ الروس نمبر من 0 ل 100 ده اللي هو الريجيمز بتاع الايه؟ بتاع الباوندر لاير او بتاع الروس نمبر عندي. من 1 ل 100 ده لامينار سترونج ريوس نمبر ديبندنس، بيعتمد على الريوس نمبر بشده. بعد كده من 100 ل 1000 اللامينار باوندر لاير ثيري يوسفول، هنا بنستخدم لون لامينار باوندر لاير. من 1000 ل 10 ده ترانزيشن اللي هو بيتحول لتيربلنس. من 10000 لغايه 100000 او مليون سوري ده بيبقى تيربلنت مودريت ريوس نمبر. هنا بعد كده اكتر من كده ده تيربلنت ريوس نمبر ايه؟ ما الباوندر لاير ما تعتمدش على الريوس نمبر قوي. ليه ما تعتمدش على الريوس نمبر قوي؟
الحقيقة الروس نمبر ليه فيزيكال مينينج. What is the physical meaning بتاع الروس نمبر؟ هو عبارة عن الـ inertia force على الـ viscous force. الـ inertia force على الـ viscous force. هنا الـ viscous force أما يبقى الروس نمبر قليل الـ viscous force بتبقى عالية، وبالتالي الفلو بيعتمد على الروس نمبر. طب أما يبقى الروس نمبر كبير قوي معناه إيه؟ معناها الـ inertia force أعلى من الـ viscous force. هنا في الحالة دي بقى الفلو بيعتمد على حاجة تانية اللي هو الايه، عبارة عن الماخ نمبر. الماخ نمبر كفيزيكال مينينج هو عبارة عن الانيرشيا فورس على الكمبريسيبل فورس او على الكمبريسيبلتي، الكمبريسيبل فورس او الكمبريسيبلتي او الالاستيك فورس ايا كان. طيب دي الحقيقة التجربة اللي هو المفروض الراجل رينوس عملها، اللي هو جاب different pipes طبعا ب different diameter بسرعة مختلفة. ان انا ممكن لو البايب دي حطيتها على كونتينر، الكونتينر ده الليفل بتاع المايه فيه عالية فممكن يديني بلوست عالية ماشي. في نفس الوقت ممكن ايه، ممكن برضو ان انا البلوست لو الكونتينر ده الليفل قليل يبقى البلوست هتبقى قليلة. المهم بقدر من different diameters و different velocities اقدر اجيب different mach number. فلو شفنا هنا في الاولاني ده ده laminar flow، يبقى الlinear number على طول ايه very small. نمرة بيه شايفين التربلنت اهي، التربلنت كله بقى تربلنت flow في البايب ده اللي هو high Reynolds number او high speed او تربلنت flow. طيب الحاجة التانية بقى التالت ده اللي هو عبارة عن الترانزيشن اللي هو in between. خلاص بيحصل ايه، بيحصل فيه fluctuations وفي نفس الوقت فيه smooth motion في نفس الوقت، ده transition اللي هو نمرة T. خلاص ده ال internal viscous flow internal versus external viscous flow. what's the internal flow؟ internal flow يعني flow محاط بجميع الجوانب بتاعته، زي flow في pipes ده internal flow، زي الفلو في الشرايين بتاع الانسان ده internal flow ماشي، ده كلها عباره عن internal flow. لكن الاكسترنال فلو اللي هو الفلو ماشي على سيرفيس، زي الفلو مثلا حوالين عربيه ده اكسترنال فلو، الفلو حوالين طياره ده اكسترنال فلو، الفلو حوالين سبيس شاتل ده اكسترنال فلو ماشي. اي فلو ماشي على السطح وليس داخل الجسم نفسه ده يعتبر اكسترنال فلو. بالنسبة للانترنال فلو احنا عارفين طبعا في البايب ادي الفلو داخل بيخش المفروض يونيفورم، ونتيجة ان هو نون سليب كونديشن. يعني ايه نون سليب كونديشن؟ برضو هرجع اقولها تاني، ان البارتكلز او تحت الميكروسكوب الرفنس بتاع البايب سيرفيس نفسها بتكون فير هاي بالنسبة للمين فري باس. هرجع تاني واقول ايه هو المين فري باس. المين فري باس اللي هو المسافه اللي بيقطعها البارتكلز والجزيء between two consecutive collisions، يعني كل تو تصادمين متتاليين، ده تقريبا المتوسط بتاع المسافه دي، ده عباره عن مين فري باس. ده بيبقى صغير جدا، واعتقد انك انت في الفيزيكس ليه فورمولا ممكن ترجع لها. فده بالنسبه للرفنس بتاع البايب ده المين فري باس صغير جدا، وبالتالي هنا فيه بيحصل نون سليب كونديشن، يعني البايب مجرد ما يمر على السطح بتاع البارتكل سوري، مجرد ما يمر على السطح يقف على طول، اللي ملاصق للسطح لازم السرعه بتاعته تساوي السرعه. يبدا ياثر في اللي بعديه في اللي بعديه، وبالتالي بتلاقي الفلوستي بتتغير، شكل الفلوستي ديستريبيوشن زي ما احنا شايفين اهو بتتغير. الجزء اللي فيه الفلوستي بتتغير من زيرو لغايه اكبر سرعه، ده هو عباره عن الباوندر لير في الايه في الريجون ده، ده عباره عن الباوندر لير اللي هو الجزء اللي متاثر بالايه في السطح. طيب هنبص نلاقي ايه، ده انترنال فلو. انترنال فلو يعني المفروض كميه الفلو اللي بتخش من كروس سكشن اريا بتتناها هي هي، وبالتالي لما يحصل ديستليريشن للفلو اللي هو قريب من السطح يعادلوا acceleration او زياده في السرعه بتاع الفلو اللي هو في الكور اللي هو في الوسط. طب نبص نلاقي الفلوست ديستريبيوشن بتاخد الشكل ده، وفي الاخر خالص بعد certain distance بنسميها الانتري لينس بياخد الشكل الكيرف ده.
الكيرف ده بيختلف بقى لو الفلو ده لامينار او هو تيربان. هنثبت بعد كده ان لو الفلو لامينار الكيرف ده هيبقى بارابولا، يعني الشكل هيبقى بارابولويد، واحنا خدنا البارابولويد ده في اللي هو بتاع الايه الفلو اتروتيت اللي هو الروتيتنج فلو. خلاص ده بيبقى بارابولا، ده بنسمي الفلو بقى بعد ما ياخد الشكل البارابولا ده، بعد كده ما بيتغيرش الشكل بتاع البارابولا، ففي الحاله دي بنسميه فولي ديفلوبد فلو. فولي ديفلوبد فلو يبقى الانترنس اهو مكتوب عندك اهو فولي ديفلوبد فلو ريجين ريجو، فهنا عندك ده الانتر لينس. يبقى الانتر لينس عباره عن ايه؟ عباره عن اللينس من بدايه البايب من الالت بتاعتي لغايه ما الفلو يبقى فولي ديفلوب. طيب اما نبص نلاقي فولي ديفلوب دي فلو معنى كده ايه؟ معنى كده كل البايب من جوه كلها باوندري، لان كلها البروست بتتغير عند جميع النقط البروست بتتغير، وفي الحاله دي نقدر نقول ان الفولي ديفلوب دي فلو بيحصل لما الباوندري لاير، شايفين الباوندري لاير اللي هي سواء الجزء اللي فوق او الجزء اللي تحت، اما توصل الباوند لاير ده للسنتر بتاع البايب نلاقي ان الفلو ده بقى فولي ديفلوب فلو، بقى فولي ديفلوب فلو. هنا لما نيجي نشوف البريشر، البريشر ديكريز في البايب، ادي الخط الاحمر اهو بتاع البريشر، فبتبص تلاقي الاتي بيحصل ديكريز في البريشر الاول بطريقه اعلى، وبعدين بعد كده بعد الفولي ديفلوب دي فلو تلاقي البريشر ديكريس او البريشر جريدنت بمعنى اصح اللي هي دلتا بي على دلتا اكس تقريبا تساوي مقدار ساعه. ده بالنسبه للفولي ديفلوب فلو. خلي بالك ده في اللامينار فلو، يمكن في التربلنت فلو هتلاقي البريشر دروب او البريشر جريدنت اعلى. اعلى يعني ايه؟ يعني البريشر بيقل بمقدار اكبر، بمقدار اكبر بالنسبه للتربلنت فلو. ننقل على اللي بعد كده، ادي نوعين من الفلو اللي هو اللامينار فلو وادي التيربلنت فلو. ادي التيربلنت فلو، ادي شكل البروست بروفايل، هنا بارابولا، هنا هنعرفها بعد كده اللي هي هتبقى اللي هي بنسميها بعد كده 1/7 سلو، هنعرف بعد كده البروست بروفايل في التيربلنت شكلها ايه. طيب ادي الباوندر لاير اهوت، الجزء اهوت ده الباوندر لاير اللي هو البروست بتتغير، ادي هنا عند النقطة دي الباوندر لاير اهي وصلت للسنتر بتاع البايب، على ده بقى فولي ديفلوب دي فلو. احنا استنتجنا قبل كده ان الماكسيمم فلوستي اللي هي عند السنتر بتاع البايب ضعف المين فلوستي، طبعا هنا ده لو هو داخل يونيفورم يبقى داخل بالمين فلوستي، فهنا السرعة هتبقى عندي هي عبارة عن دبل المين فلوستي بالنسبة لللامينار يا شباب. بالنسبه للتيربلنت لها مقدار، واعتقد ان هو عندك في الكتاب ان احنا نقدر نستنتجه كام، ما اعرفش حاجه و50 على حاجه 49 وات ايفر، يعني ارجع للكتاب عشان نشوف الرقم الصح يعني. خلاص؟ طيب او ارجع لاي كتاب، يعني مش لازم الكتاب اللي معاك، في اي كتاب هتلاقي الايه؟ هتلاقي العلاقه بين الماكسيمم فيلوستي والمين فيلوستي اللي هو داخل بيها. وديت احنا نقدر نستنتجها، يعني لو انا اديت لك الكيرف بتاع الفلوست بروفايل ده اللي هو ال 1/7 سلو تقدر تشوف بقى الفلو هنا اللي هو كميه الفلو كيو والفلو ريت يساوي ده، تقدر تطلع المين فلوستي ايه علاقتها بالماكسيمم فلوستي. خلاص؟ طيب هنا قال لك once the bound layer has reached the center of the pipe the flow is said to be fully developed، وده اللي احنا قلناه. يعني اذا الفولي ديفلوبد فلو اللي هو المسافه الفولي ديفلوبد فلو ان الباوند لاير توصل للسنتر بتاع البايب. ماشي؟ This point the whole of fluid is now affected by the boundary friction، وده قلناه boundary friction اللي هو الباوند لاير الفريكشن نتيجه الباوندري. فهنا في الحاله ديت اما يبقى فولي ديفلوبد كل الفلو متاثر بالسطح. بعد كده شكل الفلو ما بيتغيرش، ما بيتغيرش ليه؟ يعني الفلو ماشي ستيدي كروس سكشن اريا ثابت، يبقى لازم شكل الفلوست بروفايل هو مش هيتغير. خلاص؟ تعالى نشوف هنا ماكسيمم لامينار انترنس لينس، لو الكريتيكال ريوس نمبر 2300 اللينس يساوي 108 وايه؟ 138 الدايمتر. ده انتوا لو انت فاكر، لو انت فاكر عباره عن ايه؟ عباره عن اللينس على الدايمتر
يساوي عبارة عن 60 اللينس على الديامتر، يساوي 60 اللينس على الديامتر في اللامينار فلو، الانتر لينس على الديامتر يساوي 60 الايه الرينوس رينوس نمبر على 60 رينوس نمبر على ال اي على الديامتر يساوي سوري 6 من 100 رينوس نمبر 6 من 100 رينوس نمبر 6 من 100 رينوس نمبر. فلما تضرب الرينوس نمبر ده ب 6 من 100 يطلع اللينس يساوي 138 الديامتر. طب لو هو 2000 هيبقى 120 الديامتر، واحنا ده الكلام ده موجود عندنا وخدناه قبل كده قلنا. طيب لو الفلو بقى دلوقتي، واخد بالك ازاي؟ لو الفلو از تربلنت ماشي؟ ان تربلنت فلو ذا باوند لاير جروز فاستر، الباوند لاير هنا زي ما احنا شفنا نشوفها قبل كده تاني اهي، الباوند لاير بتكبر بسرعه، شايفين الباوند لاير هنا يا جماعه؟ بتزيد اهي بتزيد بتزيد لغايه ما توصل للسنتر عند الايه؟ عند الانتر. شوف هنا الباوند لاير بتزيد بسرعه بمعدل اعلى، يعني يعني الانتر لينس بيبقى اقل في التربلنت فلو، اقل في التربلنت فلو. طيب فهنا الباوند لاير بتزيد بسرعه. طيب اللينس بقى اللي هو الانتر لينس على الدايمتر يساوي 4.4 من 10 الروس نمبر 4.4 الروس نمبر بيزد على الدايمتر، اس 1 على 6 اس 6 1 على 6 خلاص 1 على 6. لكن الكلام ده اولا اثبتوه ان هو 1 على 6، بعد كده حصل تعديل او بقى بيتر استيميت، طلع الروس نمبر على الدايمتر يساوي 1.6 من 10 الروس نمبر اس ربع، يعني بدل 4.4 من 10 الروس نمبر اس سدس 1.6 من 10 الروس نمبر ايه اس ربع. ده بالنسبه للروس نمبر اقل من 10.7، 10.7 يعني 10 مليون، 10.7 يعني 10 مليون خلاص. ده طبعا اتعملت تجربه او عمليا يعني خلاص، عمليا يعني دي تجربه عمليه ايه هم قدروا يطلعوها كده خلاص. اهو بيقول لك اهو بات ريسنت حديثا يعني السي اف دي اللي هي كومبيتيشن فلويد داينامكس ريزلتس، قالت ان اللينس الانتر لينس على الدايمتر يساوي 1.6 من 10 في روس نمبر اس ربع لو الروس نمبر ايه يوصل 10 مليون، لو الروس نمبر يوصل 10 مليون. ده الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه في الحصه اللي فاتت اللي هو لامينار فلو بتوين باريد بليتس، وانتوا الكلام ده قلته قبل كده بس انا براجعه تاني عشان الناس بس ايه نقدر يعملوا كاتش اب للمعلومات اللي قبل كده مع المحاضره دي. ده اللي هو تو باريد بليتس، المسافه الديستنس بينهم عباره عن سي، الديستنس بينهم عباره عن سي، البليت اللي تحت ماشي بسرعه يو نوت، اللي فوق ماشي بيو 1. طيب ما هو ممكن يدي لك مثلا يدي لك يو نوت يديك يو 1 ويو 2 مفيش مشكله، او يو لور ويو ابر برضه مفيش مشكله، هشيل يو نوت واحط يو لور، يو 1 واحط يو ابر خلاص. ادي الشير ستريس تاو، ده اللي هو نيوتنز لو اوف فيسكوستي، شير ستريس تساوي يو يو باي دي واي. يعني اذا هنا مفترض ان الفلويد اللي ماشي بتوين التو بارل بليتس ده الفلويد اللي ماشي عباره عن نيوتونيان فلويد، وبالتالي governed باي نيوتنز لو اوف فيسكوستي، نيوتنز لو اوف فيسكوستي. هنا لما نيجي نشوف انا الكلام ده قلته قبل كده في المحاضره اللي فاتت اللي هي المحاضره اللي كنت احنا وجها لوجه، يعني في المحاضره اللي فاتت قلت لك بياخد element من الفلو، والاليمنت اهو زي ما انت شايف في بي نوت عند الستيشن 0 وفي بي 1 وفي شير ستريس تاو زائد دلتا تاو، وفي هنا هو تاو تاو عند واي وتاو زائد دلتا تاو عند واي بلس دلتا واي بلس دلتا واي خلاص. فما يجي هنا هو بقى يعمل بالانسنج للفورسز، طبعا الفورس دي لازم تبقى بالانسد، يعني تبقى بالانسد يعني ايه؟ يعني الريزلتنت فورس لازم تبقى صفر. ليه تبقى صفر؟ لان انا فارض ان الفلو هنا ستيدي فلو، شايفين ستيدي هوريزونتال فلو ستيدي، يبقى الريزلتنت فورس على الاليمنت بتاعي ده تساوي صفر. طب يجي ياخد ادي بي نوت وادي بي 1 يبقى في بريشر فورس وفي فريكشن فورس، فالمفروض الايه المحصله تساوي صفر.
فلما يجي يجيب دلتا تاو، ليه دلتا تاو تساوي المقدار ده؟ دلتا تاو هتساوي ايه؟ هتساوي دي تاو باي دي واي، دي تاو باي دي واي مضروبه بدلتا واي. فدي تاو باي دي واي بفرض ان الفسكوستي ثابته، يبقى دي تاو باي دي واي هيبقى دي تو يو باي دي واي تربيع بدلتا واي، ادي دلتا تاو. وبعدين بيعمل بالانسنج للفورس بتاعتي اللي هو الفورس في اتجاه الاكس تساوي عكسها، تساوي العكس، لان احنا هنا بناخد الموشن في اتجاه الاكس. ري ارينجنج والكلام ده كله يطلع الكلام ده برضو موجود عندك، وقلناها قبل كده دي تو يو يو باي دي واي تربيع يساوي هذا المقدار. بنكملها مرتين، دي معادله اوردينري ديفرنشال ايكويشن سكند اوردر، ماشي، مفيش اي حاجه الكوفيشنت بتاعتها ثابته عندك. هتبص تلاقي تقدر تطلع الايه، تطلع يو كداله. طبعا هنا الجنرال سوليوشن يو هتساوي المقدار ده، يعني نقدر نقول اكتب يو تساوي كونستانت في واي تربيع زائد كونستانت، يعني تقول ممكن تقول سي واي، بلاش الكونستانت سي عشان هنا ايه، عشان هنا هيتعامل مع الايه، مع سي اللي هي الديستنس بين تو بليدز، فهنا خليها زي ما هي. طيب هنكمل مره، هتجيب يو باي دي واي، يبقى ده هيبقى عباره عن مضروب في واي زائد كونستانت. تكمل مره كمان هيبقى مضروب في واي تربيع على 2، شايفين الاثنين جت منين؟ لان لما دي تكمل مرتين بقت واي تربيع على 2 زائد الكونستانت في واي زائد انذر كونستانت بي. ايه وبي تطلعهم من الباوندري كونديشنز اللي عندك اللي هم ايه؟ اللي هم يو نوت ويو 1. يو نوت ويو 1. خلاص؟ ادي الفيلوستي اهيت، طلعها بدلاله يو نوت ويو 1، طلع ايه؟ ادي الفيلوستي كديستريبيوشن فانكشن في ايه؟ يو نوت ويو 1 ودي بي باي دي اكس. ليه بدي بي باي دي اكس؟ لان بي نوت ناقص بي 1، بس هنا في خلي بالك في اشاره مش مظبوطه. ايه اللي مش مظبوط فيها؟ ان ده مش دي بي باي دي اكس. ليه؟ ده ماينس دي بي باي دي اكس. ليه؟ لان المفروض اما اجيب دي بي باي دي اكس ان انا بمشي في اتجاه الاكس، فهنا عباره عن المفروض تبقى بي 1 ناقص بي نوت، بي الاخرانيه ناقص بي الاولانيه على دلتا اكس اللي هي على ال عادي. فده في اشاره ناقص عندك هنا، هتلاقي هنا اتظبطت، هتلاقي هنا ايه؟ هنا اتظبطت، يعني هنا خد بي نوت ناقص بي 1 اللي هي المقدار ده هو، وخد ناقص بره، وخد ناقص بره، يعني دي الصح، دي الصح. خلاص؟ يعني هنا المفروض ناقص بي نوت ده عباره عن دي بي باي دي اكس، دي بي باي دي اكس على 2 ميو. خلاص؟ يبقى هنا الاشاره هنا مش مظبوطه، يعني هنا دي تبقى زائد ودي تبقى ناقص. ماشي؟ المهم بيطلع الفيلوستي ديستريبيوشن، وبعدين بدانا طبقنا الايه؟ سم سبيشال كيسز، ان هي السرعه تو بليتس ار فيكسد. فيكسد يعني ايه؟ يعني اتريست، اتريست يعني ايه؟ يعني يو نوت تساوي صفر ويو واحد تساوي صفر. طلعت الفيلوستي كبارابوليك اهي، ادي الفيلوستي عباره عن بارابولا، ادي الفيلوستي تطلع بارابولا. لو انت عوضت بيو نوت يساوي يو واحد تساوي صفر، ماشي؟ يو نوت يساوي يو واحد ده وده يساوي صفر، هتطلع المعادله الحته دي فقط لا غير، دي بس. فدي عباره عن بارابولا، دي عباره عن معادله بارابولا، يو كداله باي معادله بارابولا. خلاص؟ طبعا معادله بارابولا هتلاقي الماكسيمم فاليو عند النص، يو ماكسيمم عند النص. خلاص؟ يو ماكسيمم عند النص. طب اجيب يو ماكسيمم في علاقه بيو مين ازاي؟ هتجيب الفلو ريت كيو وتقسم على الاريا، الاريا هنا بناخد يونت ويتس، يونت ويتس يعني عمودي على الفيجر بتاعي ده عباره عن يونت. خلاص؟ فبقسمها على الاريا، الاريا عباره عن ايه هنا؟ هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى 2 اتش، طبعا لو انا خدت سي يبقى عباره عن سي في 1، سي في 1، يبقى تقسم كيو على الاريا يديني المين فيلوستي. ادي ادي كيو هي الداله بسي اللي هم تو بليتس جنرال، طلع كيو يساوي يو مين في سي، المفروض سي في 1 اللي هو يونت ويتس، يعني دي فلو بير يونت ويتس. خلاص؟ يقدر يطلع هنا يو مين، يو مين كداله في ايه بقى؟ يطلع مين بداله في بي نوت ناقص بي 1، طلعها يو مين، يعني لو قسمت على سي هيبقى هنا سي تربيع، يقدر يطلع يو مين. الشير ستريس يساوي ايه؟ الشير ستريس نيوتنز لو اوف فيسكوستي، ميو دي يو باي دي واي، بس عند واي تساوي صفر، يا واي تساوي صفر يا واي تساوي سي،
يعني يا على اللور بليت يا على الهاي على الايه الابر بليت، الاثنين ذا سيم، الاثنين هيطلعوا ذا سيم. المهم يطلع الايه، يطلع الشير ستريس، ويطلع علاقه بين الشير ستريس فين هي بقى. يطلع ادي الشير ستريس اهوت تاو هنا يو مين، يو مين يعني من المعادله دي يقدر يطلع بي نوت كداله بيو مين اهي، شايفين ادي 12 خلي بالك ساعتك سي تروح مع سي، سي تروح مع سي، لو قسم هنا على سي تربيع يبقى بي نوت على 2 2 ال يطلع هنا 6 ميو. هي دي نفس المعادله بس ايه في الفورم، فورمه ثانيه، فورمه ثانيه خلاص. ده هنا بيطلعها ليه؟ عشان يطلع بي نوت ناقص بي 1 على ايه؟ على 2 ال في سي اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي عباره عن الشير، اللي هي عباره عن تاو. ماشي؟ يعني الرقم ده عباره عن تاو. يبقى هنا علاقه، بيطلع علاقه تاو بالايه؟ علاقه بالمين بولوس. خلاص؟ ادي تاو اهيت. يقسم ادي يو مين بدلاله تاو، يو مين بدلاله تاو. طب هنا ممكن اجيب يو مين بدلاله ايه؟ بدلاله البريشر. بريشر ديفرنس. يو مين اقدر اجيبها بدلاله البريشر ديفرنس. هنا جاب اليو مين بدلاله الشير ستريس. بعد كده جاب الفريكشن كوفيشن تي اف، وديت انا رجعت لها قبل كده، هيساوي الشير على الديناميك بريشر. ادي تي اف اهيت هتطلع في الاخر خالص 12 على الروس نمبر. الروس نمبر هنا يساوي ايه؟ رو سي اللي هي الديستنس بتوين تو بليتس بيو مين على ميو. خلاص؟ ده اللي هو الايه؟ ده اللي هو الرينولدز نمبر. خلي بالك. طيب هنا دي خلي بالك ساعات بايه بتتلخبط، هل ديت ايه في؟ لا دي نيو، لان خد نيو على رو سماها ايه؟ نيو، اللي هي الكايماتيك فيسكوستي اللي احنا خدناها في الترم الاولاني، اللي احنا خدناها في الترم الاولاني. خلاص؟ ادي دلتا سي بي اللي هو البريشر دروب كوفيشن، اسام برضو بي نوت ناقص بي 1 على نص رو يو مين تربيع. ليه بي نوت ناقص بي 1؟ لان بي نوت اكبر من بي 1. ليه مش بي 1 ناقص؟ هتبقى نيجاتيف، مفيش حاجه اسمها دلتا سي بي نيجاتيف، لان هنا المفروض ده اللي هو الدروب في البريشر. يعني لما نيجي نقول بقى نقول ان البريشر حصل فيه دروب، حصل فيه دروب. خلاص؟ طيب ادي السي اف اهيت، وادي علاقه بين السي اف وعلاقه بين الدلتا سي بي وبين السي اف. 2 ال 2 ال على المفروض سي يا جماعه، هنا في سي، في سي هنا ناقصه اهي، هنا سي ناقصه اهي. خلاص؟ طيب بعد كده هنتكلم على الفلو بتوين 1 ستيشنري اند 1 موفينج بليت، 1 ستيشنري اند 1 موفينج بليت. هنا بقى بليت ثابت وبليت ايه متحرك. خد يو نوت تساوي صفر، يعني اللي تحت هو ثابت واللي فوق ماشي بسرعه بي، بسرعه بي. هيعوض في الجنرال ايكويشن، يقدر يجيب يو كداله بواي. الجنرال ايكويشن اللي خدناها قبل كده هيحط يو، يطلع يو كداله بواي. برضه نفس الحكايه، هتجيب الفوليوم فلوريد بتوين التو بليتس، الفوليوم فلوريد بتوين التو بليتس. وبعدين اما بيجيب الفوليوم فلوريد يقدر يجيب المين فيلوستي، يقدر يجيب بعد ما جاب الفلوستي كديستريبيوشن يقدر يجيب الشير ستريس على البليت شكله ايه؟ على اللي تحت او اللي فوق، سواء اللي تحت يحط واي بصفر او على اللي فوق. في الحاله هنا، في الحاله دي يا جماعه المفروض ان الايه الشير ستريس بيبقى مختلف، يعني ده غير ده، الشير ستريس اللي على اللور غير اللي على الابر، لكن غير الحاله الاولانيه اللي هي التو بليتس ار فيكسد. هنا واحد فيكسد وواحد موفينج، واحد فيكسد وواحد موفينج. فهنا بيحصل ايه؟ بيحصل ان الشير ستريس على البليت اللي تحت مختلف عن الشير ستريس على البليت اللي فوق. ادي الفلوريت اهوت، ادي معادله الفلوريت اهي، ادي الفلوريت كيو بكامل من 0 ل سي، ويطلع هذا التكامل يطلع ايه؟ يطلع الفلوريت كيو، ادي كيو. ده اللي في البريشر جريديان، وده اللي في السرعه بتاع اللي فوق، البليت اللي فوق اللي هو ايه ماشي بسرعه دي. خلاص؟ يعمل لها سيمبليفيكيشن تطلع كيو بتساوي هذا المقدار. ادي كيو بتساوي هذا المقدار. لو قسم كيو ديت على السي في واحد يطلع الايه؟ يطلع المين فولوم، يطلع المين فولوم. طيب في حاله خاصه ان
ان البريشر جريدينت ده يساوي صفر. البريشر جريدينت ده يساوي صفر خلاص. اما البريشر جريدينت ده يساوي صفر معنى كده ان البليت بس اللي فوق موفينج واللي تحت ثابت. ده اللي بنسميه كويك فلو. كويك فلو ده اللي هو اللي احنا اتكلمنا عنه كتير في الفوسكوستي. اما يكون فيه فلويد او فيسكوس فلويد بتوين تو سيرفيس، واحد موفينج واحد ثابت، في الحاله دي الفلوستي قلنا عليها لينيا. فهو في الحاله دي فعلا الفلوستي هتطلع لينيا. وكيو هيساوي ايه؟ هيساوي في على 2 في سي. يعني معنى هنا لو انت بقى فعلا بتفكر تلاقي ان المين فلوستي في الحاله دي هي عباره عن في على 2 اللي هي نص السرعه بتاع اللي فوق. ودي حاجه واضحه جدا يا جماعه. ليه؟ لان الفلوستي ديستريبيوشن عباره عن هنا هتبقى مثلث، هتبقى مثلث. فهنا المين فلوستي هتبقى النص على طول، هتبقى النص على طول. خلاص؟ ده اللي هو الكويت فلو اللي هو حلكه. ده بيرجع تاني بقى نتكلم على الفلويد فلو في البايبس. الفلويد فلو في البايبس الحقيقه هنا هنبص نلاقي بالنسبه للفلويد فلو في البايبس بتاعتي عباره عن انا عايز اقف هنا عشان اعتبر ديت محاضره كده.